السلام الله عليكم متابعينا الكرام من كل مكان، منصة التورير للتصوير والإشهار اليوم في ضيافة بلدية زاوية كنتا ولاية أضرار، الولاية المضيافة تحتفل مع كامل سكان ولاية أضرار وسكان زاوية كنتا بهذه المناسبة الجليلة، وهي أسبوع المولد النبوي الشريف. التوريد للتصوير والإشهار كما قلنا ستغطي التغطية الإعلامية لهذه التظاهرة الكبيرة مع مشاركة عدة فرق من الفرق الفانتازيا وفرق البارود. نتمنى من المشاهدين مشاهدة ممتعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أولا مشكورين الإخوة من قناة أحد القنوات بولاية تمارس وحضورهم هنا معنا في بلدية زاوية كنتا بالأحرى في قصر زاوية كنتا في احتفالية أسبوع المولد النبوي الشريف. فهنا مثلا في منطقة توات وبالأحرى في بلدية زاوية كنتا عندنا أسبوع كامل تحتفل قصور هذه البلدية بمولد النبوي الشريف انطلاقا من قصر بوعلي، أغرمة ملال، زاوية الشيخ وكل القصور القريبة من أو الموجودة على مستوى البلدية. اليوم أسبوع المولد النبوي الشريف هنا تحتضن تظاهرة مقر زاوية كنتا. تبدأ التظاهرة من أمسية البارحة، إذن تقريبا 24 ساعة كلها احتفالية بأسبوع المولد النبوي الشريف. الفرق حقيقة كل فرق البلدية مشاركة في هذه التظاهرة. نحكي مثلا على الفرقة اللي جينا بها احنا كفرقة قصر تيوريرين، فرقة حقيقة دائما ولا زالت متابرة على هذه الاحتفالية هنا بأسبوع المولد النبوي الشريف، وتقريبا عندها عادات وتقاليد. تقريبا هذه الفرقة هي فرقة تيوريرين، تقريبا كل بداية الأسبوع هي مثلا تفتتح التظاهرة مثلا في الصباح الباكر، أول مثلا فرقة تخرج هي فرقة تيوريرين. ثانيا فكاين مثلا تجي الفرق إلى حفرة الشمس، هذه المنطقة اللي لنا فيها مؤخرا ومن زوال اليوم، تقريبا أول فرقة اللي تقلب القرص نتاعها وهي فرقة تيوريرين. مشكورين الحقيقة، والتظاهرة ما شاء الله حضور منقطع النظير، كل الولايات تقريبا متواجدة هنا في هذه التظاهرة من كل القصور كذلك للبلدية والدائرة و نعم كل الولايات، تقريبا كل الولايات من إذا أردنا أن نسمي المسميات بأسمائها نجد تقريبا وحنا كفرقة
دائما ينشطوا معنا إخوة من الغرب كما نقول مثلا من سعيدة، من ولاية سعيدة، من وهران، من عنت مشنت، من تسم سيلت، من تقريبا كل هذه الولايات يجول عندنا في خلال هذا المدة، وهم ضياف مرحبا بهم عندنا لمدة أسبوع وما يزيد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. احتفال بهذه التظاهرة السنوية أسبوع النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، كما ترون الآن الوفود والزوار يأتون من جميع الأقطاب، من أقطاب الجزائر، لكي يحظوا بهذه المناسبة العظيمة. والتوات كما ترون هي بقية على تقاليدها وعلى عاداتها إلى يوم الدين. ومرحبا بالزوار، ومرحبا بالزوار، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى عليكم. معكم مولاي محمد بن اسماعيل الشيخ علفة مولاي علي بن الحاج، كما يقولوا منظمه لهذا صاحب المقر، كما يقولوا احنا صاحب القصر هذا، قصر زاويه كنتا، بمناسبه الاسبوع النبوي الشريف الذي هو في هذه الطبعه العاشره لفولس الفانتازيا. هاد الشباب كتشوفهم كما راهم كلهم كما يقولوا بيجتهدوا، وكما يقولوا وكتشوف الاجتهاد والخيل ومنا
لا اللي باش رجعوا التراث تاع جدادنا تاع الجهاد، الخير تاع الجهاد، لان الفانتازيات هي عباره عن صوره على طريقه الجهاد سابقا. وراك شوف على عينيكم ان شاء الله النبي، ومرحبا وسهلا بكم. السلام على سيدنا محمد. بمناسبه الاحتفال بالمولد بالاسبوع النبوي الشريف، تقدم لكم جمعيه سيدنا سليمان الفارسي للفانتازيه عروض الفانتازيه مع باقي الجمعيات تاع المنطقه. ان شاء الله تنال اعجابكم وشكرا. لله والصلاه والسلام على سيدي وحبيبي رسول الله، خير خلق الله. اللهم صل وسلم على الحبيب المصطفى، صلاة تنير بها قلوبنا. نحن جمعية الشيخ بن عبد الكريم المغيلي، مقرها زاوية الشيخ بن عبد الكريم المغيلي، زاوية كنتا، ولاية أضرار. نحن كجمعية نشطة نتميز بتوني خاص، رداء برنوس أسود. نحن جمعية لها دور كبير في المجتمع، وهذه المناسبة السنوية كل عام ونحن نشارك فيها منذ سنة 2019. وشكرا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه المناسبة مناسبة أسبوع المولد النبوي الشريف، أسبوع المولد النبوي الشريف التي تقام في كل عام في زاوية كنتا. وهذه فرقة قصر أزوا، وهي أحد أعضاء أحد الفرق التي تنشط هذا الأسبوع. ونتمنى إن شاء الله أن نلتقي في عام آخر إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وسهلا بكم على جمعية وسط توات الفولكلور. تحيي مناسبات هي الدينية وهي الثقافية في جمعية فولكلورية، يعني جمعية ترقص عندها رقصة الباروت. يعني بالمناسبة تاعت المولد النبوي، يعني نقصوا المولد النبوي نقصوا الأسبوع نتاعو، الأسبوع هادي هنا نقصوا هنا في زاوية كنتا. يعني جينا كمل فزعة، كاين جينا من هنايا، كاين زاوية كنتا، كاين تخفيف، كاين أجمل، كاين أبو علي، كاين أزوا، من الجهة الثانية هذي كاين تبركان، وكاين زاكرو، وكاين توريرين، توتيرين من جوج فرقات، وكاين مكيت. يعني الليلة كاين، يعني في الليلة تاع دخول الدافن كما يقولوا، كاينين فزوع، يعني جوج فزعات،
من جهه الحراج كما نقولوا في الكسوز الحراج كاين بوعلو كاين زاويه كونتا وكاين في الحوش كما نقولوا في العاده كاينه زاويه كونتا والعاده ديما كاينه زاويه كونتا وكاينه زوا ولهنا عند الجامع نتاع الجمعه كاينه تورين جوج وكاينه مكيت وكاين صباح بكري ان يعني تلبس العلم كما يقولوا صباح بكري وكان العلم ما يخرج لي جو جي الفرقه نتاع الزاكلو تخرجوا من القصبه كما يقولوا هيا من بعد يجي مهوجه كما الجامع كاين واحد العادات كانوا زمان كان جوي مع زمان كان يخرجوا فيه ثلاثه كحل ولا اربعه ومن بعد يزيد يقدم العلم واللي يزيد داكشي الحجة تحت الجامع دوك حايمين كما يقولوا كاين اللي ما دخلوش البارح في الليل نهار دخل الدافين يدخلوا الصباح بكري يخرجوا قراص كاينه داكشي كاينه زاكلو وكاين تبريرين واللي يعاودوا الصباح بكري يخرجوا هما جوج ومن بعد جيت تبركان هذا تحت الجامع هنايا من بعد الاعلام يتقدم كما يقولوا الحوش كاين يولي كما يقولوا القاعات كما يقولوا كما يقولوا حاضرون كما يقولوا هي كاين العام هذا داروا طريقه يعني تحت باش يخفوا بها كما يقولوا يعني يقسموا على جوج كاين من جهه يعني الاعلام في الوسط وقسموا على جوج كاين من جهه كاين تبركان وكاين زاكلو وكاين تورينا جوج وكاين مكيت من الجهه الاخرى كاين زاوت كونتا وكاين ادمر تخفيف وكاين ادمر وكاين ازوا هادو قسم تاع زاوت كونتا اللي يحيو ليل الاسبوع هيا من بعد يجي طالع الصف من بعد الصف كيجي طالع الصف يديروا الصف هكا يجي خلص صلاة السلام يجي خرج على هكا ويهدي فيها وهي من بعد يجي طالع الصف هكا يخرجوا فيها متحرك هكا من بعد يطلعوا للفرزانة فرزانة كاينين فرقة يعني يديروا فرزانة جماعيين ومن بعد اللي واحد اللي من دارها يدور وحده ويخرجوا هكا يعني اللي واحد اللي من فزعة تخرج وحدها تخرج فزعة وحدها هيا من بعد يجي مهوجوا للحفر التيس كما يقولوا وين كل فزعة تخرج ثلاث قراص هيا من بعد هو خيت مع ميكس ولي صحاب البلاد يجوا داخلين كاينين واحدين عوايج يقلبوا فيها يقلبوا كما ورا رجال البلاد كما يقولوا كما يقولوا هنا في مرحبا في العبيد ومن بعد يقلبوا في العاده تما هذه الشرفه هيا من بعد يخدموا اسبوع هو تخدموا اسبوع حاجه مول سكان مرحبا وسهلا بكم اش رايك في الاقبال نتاع الضيافين هنا في هذا الطبعه الاقبال سوالهم هما انا ما نقولكش هذيك ميزعق بلا افتخار يعني دوك اللي مشيت سولتو يقول لك يعني واحد يعني كنا نسمعوه قبيل كما يقول لك الله يعمر بلادكم بكم يعني ما لا شوف من ناحيه الاكرام غير ما شخاش داك الشيء سولهم هما يقول لك حتى اكرم معنا احنا جينا ضيافين والناس هو على بالنا سمعت باش نديه الله يخليكم لينا ان شاء الله. امين بالله ايوا وحدكم اصحاب سعيد وحدكم يقولوا سول الدافين كما يقول لكم انا يعني من اول هذه الزاويه يعني ما فيهاش زعاقه من اول تقول زاويه يعني معناتها الزاويه يعني خلاص كمل الكلام كما يقولوا وجبه كامله يعني لا لك شيء قالت لها وحده قالت لها اصحاب الزاويه خارفين قالت لها اختها ولكن انت هما يخرفوا الناس معناتها وجبه كيجيب لي وجبه يجيبها لي يعني قائمه كما يقولوا فهمت شنو؟ هاي يعطيكم العزوة ونحبوا وسهلا بكم. Jump!
إذن إلى هنا أعزائي المشاهدين نصل إلى نهاية هذه التغطية الإعلامية لتظاهرة أسبوع المولد النبوي الشريف من دائرة زاوية كنتا وبمشاركة عدة قصور تابعة لدائرة زاوية كنتا. ما بقي لنا إلا نقول لكم دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.